ولدت هنا في بسكنتا في بيت قروي سقفه من تراب وأرضه من تراب وجدرانه من تراب. قائد من قادة النهضة الثقافية والفكرية في المنطقة، أحدث وجوده يقظة وتجديدا في الأدب والشعر، وأحدث غيابه فراغا في قائمة النبوغ والتألق. إنه الشاعر والكاتب والقاص والمسرحي والناقد اللبناني ناسك الشخروب ميخائيل نعيمي، الذي غادرنا في 29 شباط 1988. ولد نعيمي في بسكنتا، القرية الواقعة في سفح جبل صنين في لبنان، في 17 تشرين الأول عام 1889. انتقل شابا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتحق بجامعة واشنطن، ويتخرج منها حاملا إجازتين، واحدة في الحقوق والثانية في الآداب، ولكنه لم يرجع إلى لبنان بل استقر هناك وحاز على الجنسية الأمريكية، وأسس في العام 1920 مع جبران خليل جبران وعدد من الأدباء المهجريين الرابطة القلمية، وكان واضع دستورها ومستشارها. في العام 1932 عاد نعيمي إلى لبنان واستقر في بلدة الشخروب التي جذبته إليها طبيعتها الساحرة وحبه للتأمل، فكان يجاور الشلال فيها أثناء تأملاته وكتاباته، وبقي فيها حتى وفاته فلقب بناسك الشخروب. أمهلني خليلا بعد يا خلني خليلا، وترتاح مني وأرتاح منك. أمهلني ففي السراج ما تزال بقية من الزيت، وفي الدوات بقية من المداح. كتب نعيمي وتأمل في الحياة والنفس الإنسانية، ما أضاف نكهة خاصة على أسلوبه، فأعماله تعتبر من أفضل الأعمال في الوطن العربي. ترك خلفه آثارا بالعربية والإنجليزية والروسية تشهد له بالامتياز في عالم الفكر والأدب محليا وعالميا. تخطت مؤلفات نعيمي 30 مؤلفا، منها الغربال، الآباء والبنون، الأرقش، مرداد، كما نشر سيرته الذاتية وأسماها 70، وسيرة صديقه وزميله جبران خليل جبران، والعديد من الروايات والقصائد ومجموعة مقالات وغيرها. من أقواله: عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالطاولة والسرير والكرسي والمطبخ، عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قوما متحضرين. لم يتزوج ميخائيل نعيمي خلال حياته، ولكنه أحب فتاة روسية أثناء فترة سفره خارج لبنان، ولم يتمكن من الزواج بها، فأوصى أن يترك باب ضريحه مفتوحا للأبد، لعل الفتاة الروسية التي أحبها تأتي إليه في يوم ما. في عام 1961 منح نعيمي جائزة رئيس الجمهورية اللبنانية فؤاد شهاب، التي تمنح سنويا لكاتب لبناني. وفي عام 1978 أقيم مهرجان تكريمي له شاركت فيه الدولة والأوساط الأدبية والفكرية والثقافية في لبنان والعالم. وكما كانت حياته ومؤلفاته مميزة، كان تاريخ وفاته مميزا أيضا، إذ توفي الأديب ميخائيل نعيمي في 29 شباط عام 1988 عن عمر ناهز 100 عام، نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد. تسألني عن عمري، فأقول إن عمري 96 سنة، وهذا تمويه لأن عمري يتصل بالأزل ويتصل بالأبد. وتكريما لمسيرة ميخائيل نعيمي، تم جعل منطقة الشخروب من أهم المعالم السياحية في لبنان، وقام النحات اللبناني عساف عساف بنحت مجسم لنعيمي في الصخر تكريما لشخصه وأدبه.